البناني رئيس لجنه تسيير اعمال نادي الزمالك. دكتور عماد مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك. اولا عايز كل التحيه لحضرتك وكل التمنيات الطيبه لحضرتك بهذه المهمه الصعبه في هذا التوقيت، ولكن ان شاء الله نتمنى دايما السلام والخير لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك العريقه. ما الذي جرى امبارح؟ هل حصل اي حصار لحضرتك امبارح في مكتب حضرتك في نادي الزمالك؟ هو كان مجموعة من الأعضاء بيتمنوا توضيح بعض الأمور، بيتجمعوا مع بعض أعضاء النادي الداخليين اللي هم أعضاء الجمعية العمومية، بعضهم من السيدات والأطفال والرجال، وزارني في المكتب مجموعة محترمة من الأعضاء الرجال، وقالوا إحنا عايزين نعرف هو في سبب تغيير أو إيه سبب تغيير رئيس اللجنة أو المدير التنفيذي. قلت لهم الموضوع ده يعني مش موضوعي أنا، وسألوا على موضوع بقى انتمائي للأهلي. أنا دلوقتي انتمائي للنادي اللي أنا باخد فيه مهمة تتعلق بتكليف لتسيير الأعمال، وأنا طول عمري بشتغل في الحقل الرياضي متسلسلا، حتى وزير الرياضة رئيس مجلس قومي للرياضة ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فاللي بياخد المناصب دي يحيد تماما إن هو يتعصب للنادي دون غيره. عظيم. بس اللي احنا بنتكلم عليه النهارده لما اكلف هذا التكليف اداره شؤون النادي، ويكون اول قرار اتبعه بجمعيه عموميه انتخابيه، وبنتكلم ان هينشر الاعلان بتاعها يوم الاحد في الجرائد الرسميه، ويوم الاثنين اللي جاي هيبتدي الساده الافاضل اللي راغبين في الترشح للنادي، اللجنه اتشكلت النهارده لتلقي طلبات الترشيح. نعم. اتعمل لها مكان مناسب جدا واضح جدا وضاء يليق بالسادة المرشحين عشان يقدموا اوراقهم علشان تستمر من يوم الاثنين لمدة ستة ايام لغاية يوم 10 في الشهر. ونقول في الموضوع ده ان هتبقى فيها لجنة مشكلة من عناصر طبقا للائحة اللي موجودة والقانون، وثم بعد ذلك يحصل يعني نقول فحص لهذه الاوراق، واذا ان شاء الله هتبدا بالتشاور مع الجهات المعنيه حتى يكون جهه محايده بتحفظ هذه الاوراق، وبعد كده العمليه الانتخابيه يوم 20/10. طب يا فندم من دلوقتي لغايه الوقت ده في ضروري وعاجل جدا موجود في امور النادي. ايه اللي قدام حضرتك؟ ايه اللي قدام حضرتك دلوقتي اهم الملفات؟ انا عندي ملف الكوره، عندي انتقالات لاعبين، عندي اعارات للاعبين، عندي مع المدير الفني الاجنبي، عندي سفريه تنزانيا ان شاء الله الحمد لله تمت كل الاجراءات الخاصه بيها امس، المستحقات الماليه للمدير الاجنبي، المستحقات الماليه للفرق. نعم. المستحقات الماليه شهرين للعاملين في النادي. نعم. فالنهارده يعني تم اتفاق ان احنا يتم ضخ مرتبات شهر 7 للمرتبات اللي هي يعني الحد الادنى للدفع 3000 جنيه، واللي بعد كده هيبقى فيها نسب لغايه لما تيجي موارد عشان نقدر نعمل سياده. في طلبات عاجله من اتحادات الهاندبول واتحاد الكره الطايره، في مدربه كره طايره كانت بعد التعاقد معاها ودفع المقدمات في الفتره السابقه كانت هتلغي قدومها والفلوس هتضيع على النادي عشان 2500 دولار وتذكره الطيران. 2500 دولار ومنهم وتذكره الطيران. نعم. وتذكره الطيران اتعملت، والست جات واعلنت انا هبقى موجوده في نادي الزمالك في جمهوريه مصر العربيه. عظيم. واثرت على الاجراء السريع لان كان فاضل لنا يومين، قالت اخر فرصة هتبقى يوم الخميس اللي هو بعد بكره. ده تم برضه. عندي ضروري وعاجل يا فندم حاجات خاصة في الاتحادات للموسم. نعم. تسجيلات لاعبين، ده كله بيتم مع الشؤون الرياضية، الكابتن أيمن شعراوي عضو اللجنة. وكل الأمور المالية مع الأستاذ الفاضل أحمد توفيق الوطن. إن هو بيبذل كل الجهد عشان نقدر نحرك الملف المالي وفقا لصحيح القانون، يعني كل الاجراءات اللي بنعملها وفقا للاجراءات الفرعيه. بعتنا مديريه شباب والرياضه علشان توقيعات البنوك خلال الفتره اللي جايه. نعم. فور
فك الحظر على ارصده الانديه او نقدر نودع. هيتفك الحظر ولا لا دكتور عماد بصراحه؟ عشان ان هو يفك هناك بعض الامور الماليه، يعني انا سيب الاستاذ احمد يرد عليها. نعم. و بطمن حضرتك ان احنا بنشتغل على مدار الساعه. امبارح بس فقدنا 4 ساعات عمل في المهاترات اللي حصلت حوالين المكتب. واللقاء مع بس اهلا وسهلا طبعا بيهم، ليهم طلبات احنا ما بنمتلكش حضرتك حقيقة. مش قافل بابك قدام الاعضاء حتى لو هم حتى لو هم مش عايزين الدكتور عماد البناني يبقى موجود، صح؟ طب انا اقول لحضرتك واستاذ المشاهدين والاعضاء اللي سامعين، اتفضل. هما بيقولوا اللي يقولوه وبعدين يطلعوا يسلموا سلام حار واهلا وسهلا بيك، بس احنا مش عاوزينك تمشي. طب ليه يا جماعه؟ عشان انت اهلاوي. يا جماعه انا راجل محترف، انا راجل محترف اداره رياضيه، وزير سابق، رئيس مجلس قومي للرياضه سابق. مهنتي هي الاداره، بدرس في الجامعه اداره. نعم. فعلى هذا الاساس احنا بنتكلم ان احنا في توقيت 55 يوم، فات منهم يومين. نعم. بتاعه التوقيت المهمه حضرتك عددتهم 55 يوم. طبعا بعمل كاونت داون، بعمل تعدي تنازلي للايام عشان اوصل لليوم بتاع الجمعيه العموميه اللي تليق بنادي الزمالك، وتسلم النادي مجلس اداره منتخب من 4 سنوات. وبعد ذلك حضرتك مش في النادي نهائي. طبعا نهائي. انا متطوع لل 55 يوم دول بقطيع مهمه وكلت الي زي ما اي، يعني هقول ايه، بس مهني. نعم. بيتعامل كده على مسافه واحده، مين اللي هيرشح نفسه؟ جبهه مين؟ انا ما اعرفش حد، يعني فعلا وبقولها بمنتهى الصراحه والوضوح، انا ما اعرفش حد. انا اعرف فحضرتك اللي عايز حضرتك او اللي مش عايزك، باب حضرتك مفتوح ليهم جميعا. طبعا. مش ضد اي حد. لا 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 لا. ماذا عن زيزو وفتوح وصلتوا ليه دكتور عماد؟ ده يا فندم وصلنا ان احنا نقعد مع المدير الفني الاجنبي والكابتن عبد الواحد السيد، وكان مشغولين جدا بموضوع تنزانيا والمعسكر والكشف الطبي والتذاكر. نعم. لان الملفات كتيره جدا، ولكن في حاجه احب اوضحها، وكويس قوي المنبر بتاع حضرتك قلت. تشرف فندم. لم نتخذ اي اجراء بشان اي لاعب فيما يتعلق بتقصير، فيما يتعلق بانتقاء، الا ما يقدمه الجهاز الكامل لكره القدم فيما يتعلق بالمهمه اللي مكلف فيها وماضي تعاقدات مع النادي وفيما يكون لمصلحه النادي. مش هقدر اتدخل. انا ما اقدرش اتدخل. يعني غرامه كهرباء فيها تقسيط ولا لا؟ مالناش ولا لم يعرض هذا الملف. لم يطرح هذا الملف. نعم. ولن يكون لينا دور كلجنه بتطير الاعمال في الضروري والعاجل ان احنا نبت فيها، نسيبها لمجلس الاداره المنتخب 4 سنوات يبقى يبت فيها. يعني ده مش من الاولويات؟ يعني ده مش من اولويات خالص؟ لا لا لا. بص يا فندم، اتفضل. انا اقول لحضرتك انا عندي حاجات تتعلق بمصائر نادي، قول يا فندم، حاجات تتعلق بمرتبات، حاجات تتعلق بامور داخل النادي وجماهيريه خارج النادي. نعم. فانا بحطها على مدار الساعه بنشتغل وبنقول عاوزين نأدي مهمتنا. نعم. مش هنعمل اي حاجه تورط مجلس الاداره اللي جاي تورطه. في قرارات ممكن تبقى سنوات بعد كده، لا طبعا مش هنعملها. لان انا الاساس اللي اتفقنا عليه اللجنه الثلاثيه المشتركه الضروري والعاجل اللي هو ممكن بعد كده يؤثر تاثير سلبي عليه. طب بالنسبه دكتور عماد القيد ومشاكل والقيد وغيره، هو ده اللي سيتم التفاوض خلال الفتره دي مع اتحاد الكوره والقيد عشان نقدر نخلص ونادي الدور عشان ما يحصلش اي سلبيات في هذا الموضوع. هل الاتحاد فتح بابه ليكم ولا في مشاكل؟ احنا بما ان احنا لجنه محايده تماما عاوزه مصلحه النادي، واتحاد الكوره محترم جدا رئيسه ومجلس ادارته، اعتقد هيكونوا، يعني انا بتمنى قالوا اتمنى ان هم هيكونوا على قدر كبير جدا من التعاون حتى نستطيع ان نؤدي هذه المهمه في خلال ال 48 ساعه. ماذا عن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا؟ ده برضه تم الاتصال معاه من الاستاذ احمد الوطن. ايوه. ولم يتم الاجابات بتاعته، انما احنا معتقدين ان هي مبشره بالخير ان شاء الله. يعني في فلوس هتتسدد؟ ما هو احنا دلوقتي في ازمه ماليه.
أزمة مالية كبيرة. كبيرة. والأزمة المالية كبيرة إن إحنا لجنة مؤقتة، موارد النادي يعني هنقول بقدر الضروري والعاجل جدا، إنما إحنا برضو هنبقى واقفين يعني بنناشد برضو محبين النادي وبنناشد الناس المهتمة بنادي الزمالك. نادي الزمالك يا فندم مش حاجة صغيرة. نعم. نادي الزمالك صرح كبير جدا. ولازم جدا. نحافظ عليه. ولازم نحافظ عليه. طبعا. طب أنا السؤال، أنا وافقت على المهمة دي. ليه؟ طب انا في خلال 60 يوم هكون بعمل في النادي العريق ده حاجه تضره او تؤثر عليه سلبا؟ لا، اعتقد ان القرار الاول ان انا ادعو جمعيه عموميه انتخابيه واصير اعمال انا والمجموعه الصغيره المكونه احنا كلنا ثلاثه نصير الضروري والعاجل عشان نوصل بالنادي مع مجلس ادارته المنتخب من جمعيته العموميه عشان بقى يعملوا شؤونهم. نعم. يعملوا شؤونهم كاملة. نعم. ويبتدوا يعملوا موارد النادي ويشوفوا الحاجات المستحقات الخارجية. النهاردة يا فندم العمال والعاملين. نعم. في النادي ما بيقبضوش. طب ما ده ضروري عاجل طبعا، لأن أنا لو بيئة العمل مش مناسبة مش هاخد منهم أي بقالهم قد إيه ما بيقبضوش؟ شهرين. النهاردة كان بنحاول ندبر بالمرتبات. بتدبروا فلوس منين دكتور عماد؟ بتدبروا منين؟ والله هو في مدخلات بتوصل كويس، فبنقول انسب حاجه نصرفها ايه؟ نادي الزمالك مش فقير، نادي مش فقير الزمالك، ولكن الفتره السابقه يعني كان فيها شيء من هقول يعني بعض الحاجات يعني. أنا المدير الفني بس. المدير الفني خد فلوسه مش كده ولا جزء من مستحقاته؟ سوريو كانت 72000 دولار وشويه. تم يعني متوقعنا خدناها فجاه دولار مصرف. يمكن بنتكلم بس توفير العمله ودفعها واجراها، تمت الموافقه عشان نسدد البدائل. دكتور عماد معلش قول لنا سوريو كام المبلغ؟ الصوت راح دكتور عماد البناني. الو. طيب دكتور عماد البناني رئيس لجنه تسيير نادي الزمالك، زي ما بقول لحضرتك كلام مهم، وزي ما بقول كده المصلحه يا جماعه الحفاظ على نادي الزمالك العريق، الحفاظ على جمهور نادي الزمالك العظيم. محدش ابدا له مصلحه ان يحصل مشاكل في الزمالك ابدا. تاني بقول الجميع النهارده حتى اللي روجوا اشاعات قال لك ملف الكهرباء مش بتاعنا، هنسيب هذا الملف لمجلس اداره منتخب هو اللي ياخد قرار في موضوع كهرباء لها لينا علاقه بالتقسيط ولا غيره. قال لك ده ملف مش معروض علينا اصلا، ده مش من اولوياتنا، احنا عندنا حاجات عاجله هي دي اللي هنخلصها. بس نرجع تاني دكتور عماد، بنتكلم عن المدير الفني. تدبير الاموال، تدبير الاموال دي بتتم مع الاستاذ احمد الوطن، ووعدنا وخدنا قرار مجلس اداره ان نوفر الاموال بتاعته عشان نسددها له عشان يؤدي مهمته، لان ده يترتب عليه اعباء. يترتب عليه، احنا بنتكلم على عقود دوليه، احنا مش عاوزين نخش في معركه غير محفوظه المخاطر، فده وافقنا في مجلس الاداره. لا، هل هو خد فلوسه ولا لسه هياخدها؟ بنتكلم خلاص يا فندم، احنا لما بنقول وافقنا كمجلس اداره يبقى بتتسمح بتتدبر في اسرع وقت ممكن عشان تتصرف للراجل. وحصل اطمئنان من الكابتن عبد الواحد السيد وبلغ الكابتن الاجنبي ان خلاص فلوسك تم تسمحها وبتتدبر المبلغ عشان تتسمح. طيب دكتور عماد النهارده فيما يتعلق بالعضويات وتنقيه اللي بيتم في هذا الملف، عندنا حوالي 40 زميل وزميله بينقوا العضويات، امبارح انتهوا من حوالي 6000 ملف عضويه، ملف يعني اسر. يعني مثلا ممكن الاسره يبقى فيها زوج وزوج. نعم. فانتهوا من 6000 اسره. والنهارده هم بيخشوا باب النادي، عندهم مكان محترم، بيتم الضيافه بالنسبه لهم لان هم بيقعدوا في النادي مده كبيره. وبيأدوا عملهم بسرعة بحيث ان احنا دايما هذا العمل. ظهرت بعض المشاكل فيما يتعلق بوجود نظامين لضم العضوية او فصل العضوية او كده، ارجعنا هذا الملف في فصل فيه لمجلس الادارة عندما يتولى المسؤولية، لان لو تم حتى فصل العضوية او ضم العضوية مش هيتمتعوا بالازلاء بصوت في الجمعية العمومية، قلنا يبقى ده مش من الضروري والعاجل. خلينا دلوقتي في التنقية، وعندما يتولى مجلس اداره منتخب النادي هيعمل في جمعيه عموميه اللائحه الجديده للفصل والضم
الخاصة بالأعضاء. هل في اتجاه للاجتماع برموز زي نادي الزمالك المحترم؟ والله أنا ما عنديش أي مانع إن هم يطلبوا ونشوف لو العدد المتاح ونقعد معاهم ونشوف، بس هقول يعني بعد إذن حضرتك فضل. ما يكونش منهم اللي عنده نية للترشح في مجلس الإدارة. يعني تلتقي بأي حد بس مش هيخوض الانتخابات عشان ممكن تؤول الحياد. بالظبط كده، الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع. رموز نادي الزمالك هيبقى ليهم طلبات معينة، أو هيجيبوا طلبات من أعضاء النادي ويجمعوا توقعات هنبتدي ندرسها، المنطقي والمسير للوائح والقوانين هننفذ. من سيشرف على الانتخابات مجلس إدارة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك؟ ده بعتنا اليوم للجهة الإدارية المختصة إن هي تبتدي التعامل مع جهة مع وزارة العدل، عشان جهة قضائية أنا ما أعرفش هي إيه تختارها وزارة العدل ويفردوها للإشراف الكامل والتام على العملية الانتخابية يوم 20/10 إن شاء الله. مصلحة الضرائب النهارده قالت مفيش أي ردود، أي طلبات جات لنا من نادي الزمالك رسميا للتسوية أو جدولة المدنية، إيه اللي حصل؟ ده اللي حصل بالظبط، إن ده إمبارح تم إخفال كلمة واحدة. يتم الآن التعامل والتفاوض بشأن المدنية، لأن في رأيين، هم بيقولوا مبلغ كذا، واللي موجود من مواقع دراسة الملفات الضرائبية أو التحضيرات اللي جت من مصلحة الضرائب في إيضاح معين بيتم التفاوض بشأنها، وعندما نصل إلى النتيجة المرجوة هيكون المبلغ بإذن الله أقل بكثير من اللي هو مفروض. وأنا بتكلم على مؤسسة وطنية مهمة جدا، مصلحة الضرائب المصرية، يهمها جدا شأن نادي الزمالك وشأن كافة الممولين، وهذه الأموال أو المستحقات لمصلحة الضرائب بقالها سنوات هيتم باذن الله، يعني زي ما هي بقالها سنوات هيتم باذن الله التعامل او الاتفاق او المشاوره، ان ده طبقا للاحوال نقدر يعني يبقى فيها نوع من الجدوله او نوع من النظر، وبالتالي تتفك الارصده عشان نقدر نتعامل، يبقى الفلوس الوارده بتخش البنك والفلوس اللي بتتصرف بتطلع منه. هل المبلغ اقل من مليار و200 مليون اللي قالوا عليهم النهارده مصلحه الضرايب؟ ان شاء الله بما ان هو طور الاتفاق انا هترك الموضوع ده تماما للاستاذ احمد الوطن ومصلحه الضرائب المصريه الموقره. نعم. لان زي ما حضرتك، اي كبار ممولين بيتم التعامل معاهم بيتم مناقشه المطلوبات. صح، مظبوط. مع ما هو داخل الملفات او الحجج المنطقيه من الممول علشان نقدر نوصل لكمبرومايز او موائمه ما بين المطلوب وما بين المطلوب من الجهه المموله. رسالة حضرتك لجماهير نادي الزمالك العريق. حبوا نادي الزمالك بصدق، ونخلي الانتخابات دي تبقى مثل وقدوة. احنا موجودين علشان خدمة النادي متطوعين، عشان النادي ده يستاهل كل الخير، وعشان كده التكليف جه لوزير صادق نحايد تماما بيتولى الملف على مسافة واحدة بين الجميع، لان احنا بنتكلم على صرح رياضي عظيم وليس لمصلحة أحد ضد أحد. دكتور عماد، بصراحة مستمر ولا ممكن تستقيل؟ حضرتك تقصد على ال 53 يوم ولا 53 يوم اللي باقيين؟ لا يا فندم، أنا مستمر في ال 53 يوم إلى أن يجد جديد ممن كلفني بالموضوع. لو ارتأى أن أنا همشي ما عنديش أي مشكلة، لأن في تلك الحالة هينقي اللي أفضل. شكرا جزيلا دكتور عماد البناني، رئيس لجنة تسيير أعمال نادي الزمالك.